تمام، أنا شفت الطلب اللي قدمتوه من شان كتب كتابكم، ولقينا أنه ما في مانع لهذا الزواج. السيد فورال ديمير أغلو، يا ترى بتقبل بالأنسي هازال سانجاك زوجي إلك؟ بقبل. الأنسي هازال سانجاك، يا ترى بتقبلي تتزوجي السيد فورال ديمير أغلو؟ يا ابني أصحك تعملها. بيقولوا دموع العين بتداوي جراح القلب وبتطفي النار اللي جواته. تركني بحالي. أصحك تضغط على زناد سلاح يا كنان، وإلا بتحترق بنارك. أنسي هازال، أنا سألتك من دون ما يكون عليك أي ضغوطات، بتقبلي تتزوجي السيد فورال ديمير أغلو؟ بقبل. برافو. إذا كانت هالرصاصة رح تشفي جرح قلبك وتطفي ناره، تفضل انوصني. بلكي وقتها بتداوي لي جرح قلبي اللي عمره 25 سنة. يلا أوص. الدواء إذا كان بالموت وإذا كان بالقتل أنا جاهز لحتى أموت هلا يا ابني، وأوص حالك بعدي. يلا أوصني كنان. شوفي شو عم بيصير؟ كنجار، خد هازال لجوا. أعطيني سلاحك. حافظ، أعطيني سلاحك. معلم، بترجاك لا تساويها. يلا أعطيني سلاحك. خد كنان وروح. يلا يلا يلا. تعال معي.
ما في أي مشكلة حبيبتي، كل الأمور تمام. وينو فورال؟ جيبوه لهون كمان. أرماك خلص اهدي، هلأ بيجي، لا تاكلي هم. شفتي مين اللي قوص إبرو؟ لا ما شفت، أساساً مثل البقية فوراً ركضنا لجوا. أنت شفتي مين؟ كأنه كان كنان. شو؟ بلا تخبيص، ليش لا يعملها كنان؟ أنا ما قدرت شوف منيح، ما بعرف، ما كان واضح كتير. أنت جنيتي، كنان شو رح يساوي هون؟ اسمعي هزال، اهدي شوي، في احتمال كبير تكوني شفتي خيال بسبب الخوف. بلكي كان كنان، بلكي هو اللي إجا وقوص. أبداً، هالشي مستحيل، كنان سكر هالصفحة وما عاد يفتحها، صدقيني. عزيز توبراك، خير؟ ليش جيت؟ فورال ديمير أغلو، معقول تستقبل ضيوفك بهالطريقة؟ أنا سألتك ليش جيت لهون؟ ما بعرف. شو في بالقائمة؟ مثل ما بعرف أنتو ما بتقدموا أكل بعراسكم، بتضيفوا شغلات سخيفة وفاضية ومنضل جوعانين. بقلك شي يا عزيز، بدك الصراحة؟ أنا كأنه بلشت مل منك. لسه هلأ بلشت بتسلعي، ومخزن الرصاص لازم يتفضى. لأنه صهري بده يتجوز ونحن منقوص بالأعراس. خد هالرصاصة إلى صاحب. بعرف إنه إلى صاحب، يلا خدها ووصني، أنا واقف قدامك، يلا ووصني. مو بهالسهولة يا سيد فورال، لو إني إجيت لهون لخلص عليك ما كانت هالرصاصة بإيدك، كانت بين عيونك. حبيبتي هازال، بعدي عن الشباك. حبيبتي هازال، أرماك معها حق، بعدي عن الشباك. هنن ما خلوني شوف شو صاير، فوتوني لجوا غصبا عني. على القليلة كنت حميت صهري، كتير قلقان ومشغول بالي عليه. أرماك بنتي، خدي هازال لفوق وبتضلي معها ليجي فورال. ما في داعي، ساوي اللي بقوله. حبيبتي هزال، يلا اطلعي لفوق. ما رح اطلع لفوق إبرو، ما في داعي. ماشي، مثل ما انتي بدك. بكل الأحوال بعد شوي بيجي جوزك وبتطلعوا على الغرفة سوا، مو هيك حبيبتي؟ السكوت ما بيفيد رجال مجروح. بكفي، أنا بدي روح. لا ما رح تروح، ما بنعرف شو ممكن يساو ألديمير أغلو. إذا شي كلب منه شافك ما بيتركوك بحالك، أنت رح تكون ضيفنا هالليلة، جهزت لك مكان بتنام، وبعد ما تفيقي بنحكي. ألديمير أغلو أخذوا لي روحي، روحي اللي أخذوها، ما ضل فيني غير جسم بدون روح. وإذا هلأ أجوا وقوصوا علي، شو حيصير بجسمي هذا اللي ما في روح؟ شو رح يتغير؟ أنت كون مطمئن، بعد هلأ ما حدا رح يقدر يأذيني أبدا. أنا خوفي مو منهم يا ابني، خوفي منك. ما فيك تقعد عائل بنوب، انت اعتبرني اخوك الكبير
وخليني أدي واجبي اتجاهك. راح تبقى هالليلة هون، بس إذا كنت مصر تروح بكرة الصبح بتروح. اتصل بأحمد مشان ما يقلق عليك. هزال انت منيحة؟ اطلع لبرا، روح. ماشي اهدي. يلا اطلع لبرا. انا قلت لك هالشي، ما رح نضل بنفس الغرفة وما رح ننام على نفس التخت. يلا اطلع لبرا، انا ما بدي اشوف وشك هون. بس بدي اطمن عليكي، كتير خفت انك تأذي حالك هزال. ما حدا بيقدر انه يأذيني اكتر منك. بدك يعني يكون منيحة؟ معناتها اطلع. طيب إذا بدك شي. ما بدي أي شي، بس بكفي ما أشوف وشك. الآن يا هزال سانجاك، يا ترى بتقبلي تتزوج السيد فورال ديمير أغلو؟ بقبل. صار الجو كتير بارد، هلأ بتبرد. بدك الحقيقة كنان؟ أنا لسه ما وقعت بالحب وما بعرف شو الحب وشو بيعمل بالإنسان وشو بيخليه يساوي. ما بعرف بنوب، بس الكلام بيخلي الإنسان يرتاح. احكي لي يا كنان، يلا احكي لي وطلع هالهم يلي جواتك. كنان شو إله علاقة باللي عم تقوله؟ لا تتدخلي بالموضوع. ها؟ أعطيني الشوكة. مبين إنه أنتو فيكن شي. شو في؟ صاير شي سيء؟ ايه، تركتي بنتك لحالها بالعرس. بس لو تعرفي شو صار. شو صار؟
انتو عم تخبوا عني شي؟ يلا جاوبوني بسرعة. لما هازال قالت بقبل اشتغل ضرب رصاص. صار شي لهازال؟ لا ما تقلقي عليها، منيح كان فورال بيك هنيك وما حدا صار له شي. بلحظة نط قدام هازال وانقذها. برافو على صهري والله قبضاي. طيب ومين اللي ساواها؟ ها؟ مسكوه؟ لا هن ما مسكوه، بس أنا بعرف منيح مين يلي عملها. مين؟ برأيك مين يعني يا ملك؟ ها؟ طبعا كنان. وشو خطر عبالك بابا؟ كنان مستحيل يساوي هيك شي. ايه طبعا ما بيعملها، هو ما بيساوي شي. وأنا هيك رأيي، كنان ما بيساوي هيك شي. بلا مسخرة أنت وياها. قال ما بيساويها، شو لك قال؟ هو مقهور لأنه ما أخذ بنتنا، وانفجر لأنه راحت لغيره. ممكن أنه يعملها، أنا واثق مثل اسمي هو عملها. خليل اصحك، لا عاد تقول هالكلام. أساساً روح الولد انحرقت، حل عن هالولد واتركه بحاله بقى. ما رح حل عنه، طالما هو ما ترك بنتي أنا ما رح أتركه بحاله، فهمتي؟ هازال؟ هازال؟ طمنيني انت منيحة هلا؟ قولي أي شيء، لا تضلي ساكتة، ليش اجيتي لهون؟ ما بعرف، بلكي أنا كنت حابة موت بدل ما ضل عايشة معك. تركني، لا عاد تلمسني مرة تانية. طيب اهدي، ما عندي نية سيئة، أنا خطر لي إنك مليتي من هذا المكان. هو بصراحة كئيب شوي، بس عن قريب رح نروح على اسطنبول هنيك. انت ما عم تفهم مشكلتي مين معي، مو بالمكان. ما بنبسط معك حتى بالجنة، ازمير او اسطنبول ما بتفرق ابدا، اثنيناتهم نفس الجحيم.